والكلمة تعود للزميل سعد بن متلح العتيبي. شكرا إذن بسام. مشاهدينا الكرام، تتواصل أشواط الرموز في هذه الأمسية الكبرى في هذا اليوم الأغر. انطلق شوطنا الثالث، وهو شوط خاص بالزمول المفتوح لزمول أصحاب السمو والسعادة الشيوخ. فيسرني أن أرحب بالزميل محمد بن عايض الصواط لمتابعة هذه المنافسة على شوط الخنجر. شكرا سعد بن متلع العتيبي، شكرا للزملاء. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبه نستعين ومنه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. على بركة الله مشاهدينا الكرام، ينطلق ثالث أشواط هذا المساء في مسك الختام في منافسات الكبار. ينطلق شوط الزمول المفتوح، الخنجر في الانتظار، اودي اي 8 سيارة في الانتظار هناك، زائد الخنجر الذهبي. على بركة الله نسير مشاهدينا الكرام مع هذه الأسماء، مع هذه الشعارات. أبدأ بالبداية أتابع الصدارة وأول المراكز. أنطلق مشاهدين الكرام مع البداية والصدارة مع المرمر هنا على أول المراكز. يا مرحبا يا مرحبا بهذا الاسم مرمر مرمر. ينطلق مشاهدين الكرام بشعار هجن الشحانية، ويتابع في التضمير محمد بن خالد العطية. هذا الاسم خطير، هذا الاسم مرشح من ينطلق في الصدارة. بينما أتابع ثاني الأسماء، وصل الصنديد القادم في هذه اللحظات مع ثاني المراكز لهجن الشحانية، ويتابع في التضمير المشاغب محمد بن خالد العطية. بينما أتابع مهلي هناك من الجانب الآخر القادم مع ثالث المراكز لهجن الشحانية، والمتابعة والتضمير لدى سالم بن فاران المري ورابع الأسماء. أتابع القادم، وصل سحاب مشاهدين الكرام، سحاب هناك مع رابع المراكز لهجن الشحانية. ينطلق أيضا هنا المشاغب، يحضر أيضا في هذا الانطلاق محمد بن خالد العطية، يتابع سحاب ويقدم في هذا الشوط. بينما أتابع خامس الأسماء، وصول من فجاج، فجاج لهجن الشحانية بهذا الشعار، الشعار لدعم شعار هجن الشحانية. من يمتلك هذه الأسماء؟ من يمتلك هذه السلالات العربية الأصيلة؟ الله، فجاج هنا بقيادة ومتابعة جابر بن سالم بن فاران. هكذا النداء مشاهدين الكرام لمراكزنا الخمس الأولى المنطلقة في هذا الشوط، في شوط الخنجر الذهب الذهب. الله يا البداية، الله يا مرمر مرمر. ينطلق على البداية، ينطلق على الصدارة، صاحب هذا الشوط، صاحب الخنجر في سباق المؤسس. ينطلق بالبداية والصدارة، يريد أن يظفر بهذا الخنجر، الخنجر الغالي. الله، مرمر مرمر هنا على البداية والصدارة لهجن الشحانية. ينطلق مشاهدينا الكرام بمتابعة محمد بن خالد العطية المرمر، ولكن أتابع من الجانب الآخر يغير مهلي. ينطلق مشاهدينا الكرام مهلي هنا إلى الصدارة، إلى البداية لهجن الشحانية. بدأ الذهبي أيضا يتقدم ويقدم، أيضا يقدم مهلي سالم بن فاران المري. بينما أتابع القادم والوصول مشاهدينا الكرام هناك مع ثالث المراكز، يصل صنديد، صنديد قادم لهجن الشحانية، ويتابع بالتضمير محمد بن خالد العطية. ولكن وصل سحاب، بدأ يتقدم في هذه اللحظات مشاهدين الكرام لهجن الشحانية. الله الله، سحاب هنا في المتابعة والتضمير المشاغب محمد بن خالد العطية. بينما فجاج قادم مع خامس المراكز لهجن الشحانية، ويتابعه الشبل جابر بسام سالم بن فاران. هذه الأسماء مشاهدين الكرام، شوط
يحط الخنجر، خنجر الزمول في حول المستقبل. بنوك الانتاج متابعين الكرام، نتابع هذه التحديات هنا على أرضية ميدان الشحانية في هذا الكرنفال التراثي الكبير في أمسية مشاهدين الكرام، أمسية الذهب. ولكن العودة هناك، العودة إلى الصدارة، إلى مقدمة الشوط. وتابع مهلي، مهلي على الصدارة والبداية لهجن الشحانية، ينطلق في هذه اللحظات مع الخنجر بقيادة الذهبي سالم بن فاران المري. ولكن المرشح، المرشح يا بن فاران، هنا أيضا أقوى الأسماء، المرمر، المرمر هنا ينطلق أيضا، يندفع هنا مع البداية، مع أيضا قيادة موفقة أيضا هنا محمد بن خالد العطية. حضور مميز في هذا المساء يقدم المرمر، ينطلق هنا مع هذا الخنجر. الله الله الله، ولكن شوف القادم، وصل سحاب ليعزز أيضا هذه الانطلاقة، ليعزز أيضا هنا المشاغب حظوظه في هذا الشوط. هنا ينطلق سحاب لهجن الشحانية بمتابعة وقيادة محمد بن خالد العطية، ولكن فجاج وصل في هذه اللحظة لهجن الشحانية. الله الله، ينطلق، ينطلق هنا فجاج صاحب الخنجر في ايضا سباق الامير في ختام العام الماضي. الله يا الشبل، الله يا الاسماء، الله يا الاسماء. ولكن اتابع، وصل منصف في هذه اللحظات، في اول نداء يصل، يصل منصف لهجن الشحانية. الله يا المشاغب، متخصص، متخصص في الزمول، دائما يقدم، يقدم ايضا جديد، يقدم منافسات، يقدم اسماء، يقدم بطولات. الله 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 يا البداية، أعود إلى الصدارة، أعود إلى البداية. المرمر، مر المرمر، المرمر على الصدارة. والله مر، والله مر، لكن الناموس حالي، لكن الناموس غالي. الله، هنا المرمر على الصدارة، وهناك أتابع مهلي، مهلي. الله، خنجر الزمول يا مهلي. الله، هناك قادم لهجن الشحانية، منطلق أيضا بقيادة الذهبي سالم بن فاران المري. ولكن المرمر، المرمر مع الصدارة. الله الله يا المشاغب، ركز أيضا مع هذه اللحظات. وصل سحاب، وصل سحاب مشاهدين الكرام، وصل سحاب في هذه اللحظات هنا لهجن الشحانية بقيادة محمد بن خالد العطية. الله، ينطلق الله الأسماء القوية، الأسماء. الله، أتابع وصول، وصل فجاج، وصل فجاج مشاهدين الكرام لهجن الشحانية. يتابع بالتضمير الشبل جابر بن سالم بن فاران، ووصل منصف. الله يا الأسماء، منصف لهجن الشحانية بقيادة محمد بن خالد العطية، ووصول، وصول من طماع، وصل طماع في هذه اللحظات لهجن الشحانية. وصل الذهبي يقدم طماع، يطمع بناموس هذا الشوط. الله يا الأسماء، ولكن هناك أيضا صنديد، صنديد قادم لهجن الشحانية، الأسماء القوية. ولكن المرمر، مر المرمر، انطلق هناك مع البداية والصدارة مشاهدين الكرام، المرمر لهجن الشحانية. ولكن هناك من الجانب الآخر، أتابع مهلي، مهلي لهجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فاران المري. وصول من سحاب، سحاب لهجن الشحانية، خنجر الزمول، خنجر الزمول مشاهدينا الكرام. وصلت الأسماء، هجوم، وصل فجاج، فجاج لهجن الشحانية. يتابع الشبل جابر بن سالم بن فاران، وهناك طماع، طماع يطمع للفوز، يطمع للناموس، قادم في هذه اللحظات لهجن الشحانية. يتابع في التضمير سالم بن فاران المري. الذهب، الذهب غالي. الله الله يا الأسماء، الله يا الزمول، هدير الزمول مشاهدينا الكرام. أتابع أيضا هذا التقدم. الله يا المشاغب، يريد أن يحافظ، يحافظ على الخنجر، يحافظ على الخنجر من خلال أيضا تقديم المرمر هنا مع الصدارة.
هنا مع البداية يريد أن يضيف الخنجر الثاني بعد أن ظفر المطلع على أيضا ناموس العمانيات. ينطلق في هذا الشوط، الله الله المرمر، والله مري المرمر هنا مع الصدارة مع البداية، ولكن أتابع صنديد، صنديد قادم في هذه اللحظات، صنديد شجاع ينطلق أيضا متابعين الكرام، صنديد بهذه الشجاعة مع الصدارة لهجرة الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران يتابع في التضمير، بدأنا بالاقتراب الخنجر متابعينا الكرام، ولكن منصف قادم لهجرة الشحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية، الله الله، ولكن شوف القادم وصل طماع، وصل طماع لهجرة الشحانية بقيادة أيضا الذهبي سالم بن فاران المري، ويعود يعود مهلي هناك مع رابع المراكز لهجرة الشحانية بقيادة سالم بن فاران المري، ولكن أعود إلى الصدارة، أعود مع البداية، فجاج فجاج هنا مشاهدينا الكرام ينطلق بالخنجر، ينطلق بالخنجر، الله يا الشبل، الشبل مع الكيلو المتر الأخير، الكيلو الخطير، كيلو الذهب، كيلو الذهب، الله الله الله، أتابع فجاج، فجاج ومنصف والقادم طماع، الله الله الله، خنجر الزمور، خنجر الزمور، الله بيفعلها العطية، بيفعلها العطية، منصف منصف منصف، قادم مع هذه اللحظات، الله هجرة الشحانية، هجرة الشحانية مع هذه اللحظات، خنجر الزمول المفتوح، خنجر الزمول، الله الله، فجاج منصف منصف وفجاج، منصف وفجاج، ولكن منصف منصف مع المشاغب، المشاغب حضر في هذا المساء، الله ينطلق مشاهدينا الكرام، ينطلق بالبداية، ينطلق بالبداية، الله يا منصف، ولكن عاد، عاد فجاج، عاد فجاج مع اللحظات الأخيرة، منصف منصف مع الصدارة، الله خنجر الزمول، خنجر الزمول، الله وانتاج من زبار سلالة العديد، حافظ 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 على هذه السلالة، الله يا المشاغب، الله يا المشاغب، هنا يضيف يضيف الخنجر الثاني مع هذه اللحظات، ولكن أتابع، الله عاد فجاج، عاد فجاج، ولكن منصف منصف مع اللحظات الأخيرة، الخنجر الخنجر الذهب 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 مع المشاغب مع انتاج ام الزبار، الله سلام سلام انتاج ام الزبار، سلام سلالة العديد على هذا الفوز والانتصار، مشكور يا المشاغب، مشكور من قدم، من قدم لنا منصف في هذا الشوط مع الخنجر الذهبي، ثاني المراكز وصل فجاج لهجر الشحانية، وثالث المراكز كان الوصول من طماع لهجن الشحانية، ورابع المراكز وصل مهلي لهجن الشحانية، وخامس المراكز كان الوصول من سحاب لهجن الشحانية، هكذا كانت النتيجة، هكذا كان خنجر الزمول المشاهدين الكرام، كان الحضور المميز، كان التحدي والمنافسة القوية، وأتى منصف ليظفر بناموسي أغلى أيضا أشواط الزمول مع خنجر الذهب، مع أيضا هذا الشعار الأدعم شعار هجن الشحانية، من يمتلك هذه السلالات، وأيضا السلام تذهب لإنتاج أم الزبار على أيضا تقديم هذا الأداء والعرض الممتاز، هنا تابعنا منصف مشاهدين الكرام يظفر بناموس هذا الشوط، ويضيف أيضا الخنجر مع أيضا شعاره، وأيضا مضمر المشاغب محمد بن خالد العطية يختطف أيضا أشواط الزمول، يختطف الذهب في هذا المساء، مشاهدين الكرام تابعنا منصف من اختطف ناموس هذا الشوط، من اختطف الخنجر الذهبي، نهني هجنة الشحانية على هذا الفوز، والتهنئة للمشاغب محمد بن خالد العطية، تابعنا شوط مميز، قوة وإثارة كانت حاضرة مع هذه الزمول، مع أيضا أداء مميز وانطلاق رائع، نتابع منصف ولحظات الوصول هنا مشاهدين الكرام، والتوقيت الزمني 12 دقيقة 35 ثانية، ثمانا من الأجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والثانية للمشاغب محمد بن خالد العطية، فجاج وصل ثانيا ب 12 دقيقة 36 ثانية، 9 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والثانية لجابر بن سالم بن فاران، بينما وصل في ثالث
المراكز مشاهدينا الكرام. طماع ب 12 دقيقة 40 ثانية، أربعة من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجنة الشحانية، والتهنية لسالم بن فاران المري. تهانينا والناموس.